السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. عواش المباركه الله يدخلها علينا وعليكم بالصحه والمغفره والرحمه وراحه البال، الله يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال في هذه الايام المباركه من العشر الاوائل من ذي الحجه. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم طريقه تحضير كولاجين طبيعي للبشره. كما معروف، مع التقدم في السن كيتوقف انتاج الكولاجين اللي كيتعتبر ماده ضروريه لنضاره البشره. النقص ديالو كيتسبب في ظهور التجاعيد وجفاف البشره والتصبغات، وبزاف ديال النساء كيعوضوا هذا النقص باخذ الحبوب الكولاجين او مكملات غذائيه، كيديروا عمليه التجميل. وحنا هدفنا في هذه القناه هو الوصفات الطبيعيه خاليه من المواد الضاره. خليكم على المكونات. وإذا كنتوا أول مرة كتشوفوا قناتي وعجبكم المحتوى اللي كنقدم وعجباتكم القناة ديالي، ما تنساوش تدعموني وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي، ولماذا لا تبارتجوا قناتي باش تزيد تكبر عائلتنا إن شاء الله. نخليكم مع الوصفة، نتمنى إن شاء الله تنال إعجابكم. بالنسبة للمكونات ديال الكولاجين الطبيعي الخاص بالبشرة، غنحتاجوا ثلاثة ديال المكونات. غنحتاجو بذور الكتان وبيان زريعة الكتان. شديت زريعة الكتان وطحنتها مزيان مزيان حتى حصلت على البودرة ديالها كما كتشوفوا معايا، وطلقاتي الزيوت ديالها. غنحتاجو الحليب المجفف وبيان بودرة الحليب، الزبادي وبيان دانون مسوس. دابا غندوز نعرفكم على الفوائد ديال المكونات، خليكم معايا. بالنسبه للفوائد ديال بذور الكتان وبيان زريعه الكتان، كترطب البشره، كتحميها من اشعه الشمس، كتقلل حساسيه البشره، كتاخر ظهور التجاعيد، كتعطي البشره النضاره والاشراقه. وبالنسبه للحليب المجفف وبيان بودره الحليب، كتجدد خلايا البشره، مفيد لتقشير البشرة الجافة، كينظف وكيطهر البشرة، كيساعد على منع ظهور التجاعيد المبكرة. وبالنسبة للفوائد ديال الزبادي أو دانون مسوس، كيرطب البشرة، كيحيد البقع الداكنة، كيخفف من حب الشباب. نخليكم مع الوصفة، نتمنى إن شاء الله تنال إعجابكم. على بركة الله نبدأ في تحضير القناع الكولاجين الطبيعي الخاص بالبشرة. في واحد الإناء كندير جوج معالق صغار ديال زريعة الكتان أو بذور الكتان اللي طحنتها مزيان مزيان، كنضيف جوج معالق صغار ديال الحليب المجفف أو بودرة الحليب، كتبيض البشرة وكتنعمها، وكيساعد ايضا الحليب المجفف على عمليه التقشير. كنمزج مزيان النواشف. كما معروف زريعه الكتان زوينه بزاف للبشره، كتعطي لينا الكولاجين، كترطب البشره وكتجبدها وكتحارب التجاعيد والخطوط الرفيعه. كنت ديجا شاركت معكم انواع ديال الماسكات بزريعه الكتان، اللي باقي ما شافش الفيديو نخليه لهم في الاي او بيان في صندوق الوصف. من بعد ما مزجت مزيان النواشف، كنضيف دانون مسوس وبيان الزبادي، كيبيض البشره وكينعمها وكينقيها من العمق. بالنسبه للكميه عندكم ميزانكم حتى يندمجوا المكونات. كنستمر بالمزج جيدا. الوصفه عباره عن كولاجين طبيعي، كيساعد على تجديد الخلايا، كيساعد ايضا على انتاج الكولاجين، كيقلل من ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعه، كيبيض البشره وكيفتحها وكينعمها، وكيحارب جفاف البشره. باش تكون عندنا البنات البشره زوينه، خصنا ضروري نكثروا من شرب الماء والاكل الصحي، حيت الا كان الاكل ديالنا الصحي من الداخل كتكون البشرة ديالنا زوينة ومشرقة ونظيرة، وكيتنتج الكولاجين من الداخل. وضروري خاصنا العناية بالوصفات الطبيعية، وما كاين البنات احسن من الوصفات الطبيعية خالية من المواد الضارة.
كنتمنى ان شاء الله تجربوا هذه الوصفات اللي كنقدم لكم، وصفات جد رائعه وفعاله، والنتيجه ديالها كتبان من الاستماع الاول، غير خاصكم المداومه على الوصفات الطبيعيه وغتلاحظوا الفرق. دابا ندوزوا لطريقه الاستعمال. ولا البنات، الكولاجين الطبيعي اللي وجدناه اونصومبل واجد. قبل ما ديروا اي وصفه البنات طبيعيه على وجهكم، خصوصا الماسكات، خاص البشره ديالنا تكون ضروري قشرناها او بيان غسلناها بالجيل نيتوايون او غسول الوجه. كنت ديجا شاركت معكم بزاف ديال الانواع ديال المقشرات، مقشرات زوينين بزاف واخر ما يكون. واللي باقي ما شافش دوك المقشرات نخليه لهم في الاي او بيان في صندوق الوصف. كنديروا هاد الكولاجين الطبيعي على وجهنا، كنخليوه على وجهنا والعنق ديالنا حتى نحسوا به نشف، غير كنفزقوا وجهنا وكنقوموا بحال عمليه التقشير، خصوصا فيه زريعه الكتان والحليب المجفف غيعملوا على تقشير البشره ديالنا. والى عجبتكم وصفه اليوم ما تنسونيش من اللايكات ديالكم، وتدعموني وتبارطاجيو قناتي لتعم الفائده. وميعادنا ان شاء الله في الوصفه الجايه في امان الله. ومورا اي وصفه طبيعيه البنات ضروري خاصكم التونر او بيان ما ورد، الا ما كانوش متوفرين عندكم ديروا مكعبات الثلج او بيان مكعبات الحليب باش نسدوا المسام ديالنا. هذه نصيحه كنقدمها لكم بالنسبه للبنات اللي ما كيعرفوش. وميعادنا ان شاء الله في الفيديو الجاي. بسلام عليكم، في امان الله.